دعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كافة القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية إلى الضغط من أجل إعلان الدستور الجديد، وأحث الأمين العام المساعد للتنظيم الناصري للشؤون الخارجية رنا غانم خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الأمانة العامة في فرع أمانة العاصمة صباح اليوم بصنعاء، حثت الجميع بالضغط كل من موقعه حتى يخرج الدستور إلى حيز النور، مؤكدة بأن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي سيعيد للدولة أحد أدواتها المرجعية الأساسية، فالبلاد ليست لديها دستور حتى تذهب إلى انتخابات ليتسنى لمن يستطيع أن يثبت نفسه على الأرض أن يحكم هذا البلد. وفي اللقاء الذي يهدف إلى مناقشة نشاطات التنظيم على المستوى التنظيمي والوطني، أوضحت الدكتور رناء غانم إن لجنة صياغة الدستور إلى الإمارات كان بغرض إبعادها عن الأوضاع السياسية وما يحدث من ممارسة ضغوطات على اللجنة حد تعبيرها.